واحتفالا بالأعياد الوطنية توهجت شوارع المحافظة الجنوبية باللونين الأحمر والأبيض بالإنارة الليلية المتميزة التي تتفنن بها البلدية عاما بعد عام على مساحات شاسعة، بالإضافة إلى رفع الأعلام احتفاء بهذه الذكرى السنوية العزيزة. لوحة فنية وطنية مضيئة ازدانت بها المحافظة الجنوبية في كافة شوارعها ودواراتها الرئيسية، لتجسد من خلالها مشاعر الحب والولاء لهذه الأرض المعطاء بمناسبة أعيادنا الوطنية. فيأتي أكبر علم مضيء تنفذه بلدية الجنوبية، ما يسمح للجمهور بالمرور من تحته بسياراتهم، بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة. بالنسبة للتزيين بالإنارة، فبلدية منطقة الجنوبية تحرص كل سنة على المشاركة في إضفاء الأجواء الوطنية على الشوارع بشكل يسمح للمواطنين التعبير عن فرحتهم بهالمناسبة الغالية على قلوبنا جميعاً. يتم سنوياً تشكيل فريق بقيادة سعادة المدير العام لوضع الأفكار واختيار أفضل المواقع للتزيين، مع اتباع كل احتياطات الأمن والسلامة والترتيب مع جميع الجهات ذات العلاقة. تميزت زينة الجنوبية هالسنة بإنشاء أكبر علم مضيء على شارع 16 ديسمبر، يبلغ طوله 160 متر تقريباً، وعشان نتماشى مع جهود الفريق الطبي لمكافحة فيروس كورونا اللي تحث على التباعد الاجتماعي، وبنفس الوقت ما نحرم المواطنين فرحة العيد الوطني، تم إنشاء هذا العلم بطريقة تمكن المواطنين من المرور بسياراتهم من تحته بشكل يضمن السلامة للجميع. تطوير مستمر وزيادة للمساحات الخضراء التي توهجت بالإنارة الليلية لتضفي على هذه الأيام الميمونة رونقاً خاص. شعار العيد الوطني لهذا العام دام عزك يا وطن، تم تركيب لوحة فنية على شارع القدس بمدينة عيسى بالتعاون مع القطاعات الخاصة، والذي يحمل الشعار نفسه والذي يبلغ طوله 30 متر وبارتفاع 6 أمتار تكاملاً مع زينة بوابة مدينة عيسى. من ضمن توصيات اللجنة زينة عيد الوطني بقيادة مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية، قامت البلدية بتزيين ممشى الاستقلال المطل على شارع 16 ديسمبر وشارع الاستقلال بالإنارات المنوعة على النخيل والأشجار والممرات، ويكون كأول ممشى مضيء على مستوى البحرين. في هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوب الجميع، تولي بلدية الجنوبية اهتماما خاصا بشوارعها لتضفي روح المتعة والفرح على كل من يرتادها، لتشارك المواطنين فرحتهم بالأعياد الوطنية، ليجسدوا في هذه الأيام الميمونة مشاعر البهجة والفرح والولاء لهذا الوطن الغالي وقيادته الحكيمة. دام عزك يا وطن شعار حملته بلدية الجنوبية على عاتقها بمناسبة أعيادنا الوطنية، فعملت على إضفاء البهجة والسرور في مختلف شوارع المحافظة الرئيسية، فأنارت كل زاوية بحب ليعيش أهل البحرين أجواء العيد الوطني بسعادة في هذه الظروف الاستثنائية. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.